مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، اهلا بكم الى هذا النقل المباشر من طرابلس وتحديدا من اوتوستراد التبانه، حيث علمنا منذ بعض الوقت عن اخلاء هذا المبنى مبنى سكاف باوتوستراد التبانه نظرا لتشكله خطرا على سكان المبنى انفسهم. يعني هذا المبنى انتشر صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى واتساب تحديدا، يقول سكان المبنى بأنه هناك خطر كبير على حياتهم، لذلك قاموا بإخلائه كليا من سكانه، وقاموا يعني بالاتصال مع أحد المهندسين المتطوعين بالمدينة لحتى يكشف على هذا المبنى ويخبرهم ما إذا كان فعلا هناك خطر حقيقي على حياتهم أم لا. رح نحكي طبعا مع أحد سكان البناية لنستفهم منه أكثر حول طبيعة هذا التحرك. اليوم شو اللي صار فعلا؟ شفنا في كومة أحجار انتشرت على الفيسبوك وواتساب أنه المبنى عم يبلش يهر، قد إيه صحيح هذا الكلام؟ أخي هذا المبنى من 7 سنين، نحن كمان صور هزة معلم، وإجوا الغيغوصة كشفت على هالبناية وإحنا خليناه يوم تحطونا الغيغوصة أمنونا بالكول تيان نمنا يومتين، عرفت كيف؟ ورجعوا اجوا كان في شيء 4-5 عواميد زبطوهم على اساس وكل شيء، هلا رجع بعد الهزه اخي بترجع بيشعروا العواميد كلها، وعندك هون العواميد الاساسيه كلياتها مصدق من ظهر البنايه ومن ظهر البنايه يعني، وهلا عملنا جوله نحن واجا مهندس هو متطوع يعني اجا بلش يكشف وشاف يعني انه مدى خطوره هذا الشيء، فنحن عم نطالب انه الدوله تتحرك له. يوم عندك 40 عائله بهالبنيه و40 عائله بهالبنيه وين بدها تروح العلم؟ يعني اللي طلع طلع في علم يا اخي ما عم تطلع، لك وين بدي بموت ما بطلع، عرفت كيف؟ في شاب هون مصور كمان صور خلي هلا بنشوف الصور، بس كنا عم نحكي شوي قبل انه البلديه وزير الداخليه اوعز الى البلديات انه اي حدا بيجي بتشكلكم فورا روحوا لعنده وكشفوا على المبنى. صار هيدا الشيء ولا لا؟ اجوا درك طلعوا قدموا كتاب يمكن ليبعتوا، ما هسه ما اجى حدا نهائيا. ونحن بدنا حدا يجي يطمننا يا اخي شوف لنا هيدي البنايه، يعني نحن يمكن نقول ما بتنا يمكن تكون ما شبه شيء، بس شوف علينا وتحت يعني هي من شيء 7-8 اشهر غرقت هون قلبه المي تبعت الاوتستراد لتحت، غرقت المستودعات شيء 3 امتار، كان في زلمه هون عائله كانت ماتت يوم عمرهم هون المباني تقريبا قديش عمرهم؟ بالثمانينات، عرفت كيف؟ واكلي قتل البنايه، وعندك يعني مي وما يعني هلا كل قلت لي حق على تبون البنايه، لك مين بده في دوله اليوم تجي تظبط تشيل تحوط؟ وفي هذا الصور هون كمان، يلا حنشوف الصور نحن وياك اذا تفرجينا الصور. حجي كمان بدي اخذ منك كلمه اذا بتريدي، كمان حضرتك ساكنه بقلب هيدي البنايه، خلينا نشوف نحن وياكم الصور اذا بتريد. خلينا نشوف الصور، هن هدول العواميد تبعون البنايه، هيدا العمود لك كيف هون الحديد مبين، وهون واقعين هول هون مكسر، لك الضيقه لك الدوبزين، هذا كمان هذا هون كله مصدى يعني كله مصدى هذا هون واقع، لك الدرج كيف يعني حتى الدرج الحديد مبين منه وكلياته كمان مصدى. يعني خلينا نقول البنايات هن من الاساس تعبانين وهلا مع الهزه تعبوا بزياده، يعني تشكل الخطر اكثر بهذا الوقت. تفضل يا حجي. هلا بالهزه هلا هيدي كانت شوي يعني حامله العالم ليبدي بس هلا هالهزه اللي صارت زعزعت البنايه كلها من اساسها، هلا انزل على المستودعات تحت، هلا انتوا اجيتوا بوقت معتم الدنيا والوقت يعني محشور، لو اجيتوا بالنهار كنتوا شفتوا تحت الملاجئ، هلا الملاجئ السقوف كلها. رح نتابع معكم بكره مع المهندس اللي كان موجود قبل شوي ورح نرجع نكشف عن بشكل اوضح للناس، بس بدنا ناخذ هيك سريعا. لو طلعت لعندي على السطيحه وشفت، هلا انا عندي الشقه هونيك السقوف مبين الحديد كله، بتقول لك البلديه انه انت اشتغل ان انتم ملاكي انتم، طيب نحن عم نشتغل ونحن يعني عم نظبط، بس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب اذا الاساس من تحت تعبان وحيط يقع المبنى كمان نحن مسؤولين عن الاساس؟ طيب جيبوا لنا الدولة، تجي الدولة البلدية وقت الانتخابات بتجي بيستلموا كل مشروع عم بقصوا قابي العالم من وراء، طيب تطلعوا بهالشعب هالملاجئ هيدي اللي تحت كلها مهرية، هالمي اللي بتجمع تحت وبيقلب مية الاوتوستراد لجوا، هيدي مية الاوتوستراد نحن مسؤولين عنها؟ هيدي مية الاوتوسترادات بتقلب على البيوت بتقلب على المستودعات لتحت على الطابق التحتين الملاجئ،
يعني هي مية الدولة هي المفروض تفتح لها الرقارات، ما تقلب لعنا المي على شو اسمه الملاجئ، صارت الملاجئ عنا المي تحت. هيدي كلها نحن ليكم كل هيدي المي هي مية شو؟ هيدي كلها يطا هيدي مية الأنايات. هلا اذا انت هلا انت عم تصور هم ما شفت شيء، انا كان نفسي نزلك لتحت. كنت بس بدي اسال قديش في عدد سكان بهول المبنيات؟ لا بتحصل 40 عائله هون عايشه بالبيوت هيدي، 40 عنيك عندك الشقق الموجوده هون مسكونه كل العالم كيف لكان فول البنيه تقريبا فينا نقول 40 ب 40 هون يعني 80 لا اقول 20 ب 20 اوكي كل طابق شقتين خلينا نقول هون كل طابق شقتين 10 ب 10 20 ب 20 اي بس كل واحد قد عنده اولاد ما تخيل هو هذا الخطر يعني مش بقصه بالعدد يعني هو الناس قديش فعلا عم تقبل انها تنزل من بيتها ايه او لا والله نزلنا يعني نزلنا 90% ما في حدا هون يعني في شقه شقتين تقريبا كله بقي ما بقى في هزه هيك شو بتعمل بدك تنزل بننزل عم ننزل نقعد بالشوارع انت اكبر دليل شوف العالم بالمعرض على المعرض هذا الهزه كمان نزلت العالم كله ناس هلا فتنا على الجوامع ما بيخزي بهالكلمه مبدئيا اول الهزه والله فتنا على الجوامع طيب هاد بجوز بدين الله بيت الله معك اطفال ما بيخزي بهالكلمه هذا للصلاه عملناه صرنا بدنا تنام العالم فيه يعني بجوز بدين الله صرنا نفوت يا بدنا نروح بقى فتحوا لنا الملعب ما بعرف شو بيبعثوا لك فتحوا الحديقه العامه طيب بهالسقعه والبرد بدي اسالك شو بدها تعمل معنا الحديقه يعني هذا مرض بحد ذاته للولاد هيدا كله بلاء من عند رب العالمين طب رب العالمين قدر علينا وصار زلزال بس المفروض والله الدولة لازم بقى تطلع بالمواطن يعني لا رئيس جمهورية فيه ولا والنواب عم تيجي تقعد على الكراسي بتروح بتحكي معه بتقول لك ما نطلع بإيدي شيء طب هالمصاري بقلب هالدولة وهالزعم اللي عم يصرفوها كل واحد منهم قاعد مغني على مويله وبيوته من أصر من عليلي كل واحد لا تقلي انه هذا النواب هذا نجيب الميقاتي معه الله يرزق والله يتحنن عليه ما بعيننا بس يطلعوا بشعب الفقير يتقوا الله بشهر رمضان بودونا الحصة بيضحكوا على الشعب بيضحكوا عليه بشقفة لحمة روحوا رمموا الأساسات هيدي التبانة هن بأيام الانتخابات ما بنشوفهم إلا بوقتها وإذا مات شي حدا بيجوا عزم الله وأجركم شكر الله لا لا جاي منك لازم روح تطلعوا بالفقر المعطرين هيدي هون المبنى كله بالتبانة الكليات الملاجئ مليانة مي إذا بفوتك لجوا بورجيك الزبالة بالملاجئ كله أنا نزلت على البلدية بشقة تحت قال والله البلدية ما عندها بنزين أو ميزوت تبعت البيك أب ليلم الزبالة وين البنزين بالبلدية وين الميزوت بالبلدية طيب اليوم لا إيه إجا مالك عارف البلدية شحادة لا إيه جيت عملت رئيس بلدية بطل اليوم هلا في الحاج أمر أحمد أمر الدين هو رئيس البلدية إيه طيب ولا أحمد أمر الدين كان بالقبل الله يرحم أبوه أحمد أمر الدين طيب انه ليش عم تجوا تستلموا البلديه والبلديه على باي باي يا وطن خلص بنعرف عايشين بمزرعه بنقول ان الله وانا ليه لا رجعون حاجه سرقوا البلد ونهبوا البلد جبران باسيل عنده طياره وفلان عنده طيب والله ونحن ما معنا عم ناكل هلا شغله الدولار هلا اجت شغله الهزات الارضيه لكن ان شاء الله الله بيهزها وبيبلع هالعالم وبيريحنا وبنرتاح واول ما بيبلع هالزعمه شكرا لك والحمد لله على السلامه اذا مشاهدينا الكرام مثل ما كنا عم نحكي امبارح هون معظم المباني في مدينه طرابلس وفي الاحياء الفقيره القديمه في مدينه طرابلس فعلا مهدده بالانهيار باي لحظه نتيجه عوامل كثيره لن نكررها طبعا اتينا على ذكرها مرات عديده في طرابلس الناس يناشدون الدوله اللبنانيه يناشدون البلديه يناشدون النواب بالتدخل السريع والفوري لانقاذ حياتهم من خطر انهيار اي مبنى جديد قد يؤدي بحياة الكثير من العائلات في مدينة طرابلس لا قدر الله مشاهدينا الكرام سنبقى لنتابع معكم غدا قضية هذين المبنيين في مدينة طرابلس مع المهندسين المختصين الذين سيأتيان ربما من قبل بلدية طرابلس الذي يعني قرر وزير الداخلية
أوعز الوزير إلى كل البلديات بأنهم يتدخلوا بشكل سريع وفوري للكشف على كل المباني المصدعة والتي يعني تنم عن خطر انهيار في أي لحظة، خوفا على صحة وحياة المواطنين وتداركا وتجنبا لحدوث أي كارثة لا سمح الله. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء من طرابلس من منطقة التبانية. كنت معكم أنا بلال المرعبي وزميل على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.